تحية وسلاما، تحية حب وتجديد عهد وشوق كريم مصون إليكم واحتراما. السادة الأفاتارات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا. أسعد الله أوقاتكم بكل خير وبكل محبة وبكل سلام. مرحبا بكم جميعا، ونحن نلتقي على فيديو البث المباشر. نعتذر للتأخير، وإن شاء الله تاني بعد رمضان لايفاتنا حتكون في أوقات أسرع بإذن الله تعالى. كيف أخباركم أنتوا؟ عاملين شنو؟ إن شاء الله طيبين. بنذكر من بداية البث المباشر، بنذكر من بداية الكلام، يا ريت الشيرات تكتر، يا ريت الشيرات تكتر، يا ريت الشيرات تكتر من البداية. الناس تكتر معانا المشاركات في كلام مهم جدا لازم يصل الآن. الناس تكتر معانا المشاركات، لايك شير للفيديو، الشير اسفل الفيديو على يدك اليسار، اللايك اسفل الفيديو على يدك اليمين زائد ملصقات. مرحبا بكم كثير يا اخواننا، وحقيقه سعيد جدا بانه نلتقي. طيب الكلام كثير وما دارين نطول بكم، والناس مشغوله مع الوقفه ومشغوله مع النظافه ومشغوله مع التعب ومشغوله ومشغوله ومشغوله. طيب لشنو اللايف الان؟ اولا يا اخواننا نحن بتمر علينا الذكرى اللي تحدثنا عنها في لايف الامس، بتمر علينا الذكرى بتاعه تفضل لاعتصام يوم 29 رمضان الموافق 3 يونيو 2019، الذكرى التي حدثت فيها الخيانه الكبرى من الاحزاب السياسيه التي جزء كبير منها قام بالتوقيع على فض الاعتصام وضياع ارواح الشهداء الكرام. كذلك أيضا فجعت الأمهات وأظلمت البيوت وضعفت الأماكن وبكت عليهم السماء والأرض شهداء الوطن الأبرار الكرام. ربنا يتقبل كل شهيد، ربنا ارحم كل شهيد. أيا شهداءنا، أيا شهداءنا، كل عام والوطن بخير. أنتم خير من تمثلون الأوطان، أنتم خير من ترفعون البلاد، وأنتم ترقدون في الأرض، وهنالك من يبحث عن الحرية، وهنالك من باع دماءكم من الأحزاب بثمن بخس، بثمن بخس. أيها الشهداء الكرام، مرحب بكم يا سادة. الناس بتمرق في الشارع بالطالب بأنه الذكرى بتاعت فض الاعتصام بالمجزرة التاريخية في القيادة العامة، كويس، المجزرة التاريخية، كل القوات النظامية بكل وحدات اشتركت في فض الاعتصام من دعم سريع على جهاز أمني، على شرطة، على جيش، على كتائب ظل، كويس، كلهم اشتركوا في فض الاعتصام، اشتركوا في إبكاء الشعب السوداني. وليوم يمرق الناس في الذكرى الأولى، لاحظوا معي يا أخواننا، في الذكرى الأولى لفض الاعتصام يتم إطلاق الرصاص الحي في الهواء، وذلك بقصد تخويف الناس وإضعاف الناس. وكما قالت إحدى صفحات لجان المقاومة في أم درمان قبل قليل بأن الشرطة قامت بإطلاق الرصاص الحي عليهم، كما تعرض المعتصمون وتعرض المتظاهرون اليوم من الشبان الثوار والشابات الكنداكات، كل الحب والتقدير لهم، تعرضوا اليوم لإطلاق البومبان الكثيف، تعرضوا لإطلاق البومبان الكثيف، وهم يطالبون بأبنائهم، بإخوانهم، بأخواتهم. هم ما زالوا يسألون محمد الفكي أين المفقودين الذين وعدت الشعب السوداني بهم، أين المفقودين، لا بل أين الأحياء. محمد صديق الذي قلت أنه لن يبعد من الجيش، أين هو الآن؟ إن كان لك كلمة يا محمد الفكي أو مكان أصلا، كويس. الآن الشعب كله يتساءل، الآن الشعب كله يتنادى ويتداعى. الآن المد بقى ثوري، دخل البيوت أكثر من الحد الآن، والناس الآن بتدعى، لأنه في كل لحظة صلاة العيد، بعد صلاة العيد في أي وقت الناس تتظاهر وتذكر بحق أخوانا، تذكر بحق الشهداء، تذكر بحق المعتصمين، تذكر بحق الذين أطلق عليهم الرصاص ظلما وعلوا وعدوانا، وأطلق الرصاص في قلوبهم وأفئدتهم وحناجرهم ورؤوسهم ظلما وعدوانا، لأنهم نادوا بدولة الحياة، نادوا بدولة الله الكرامة، ودولة السلام، ودولة الحرية. هذه الحقوق التي لم تحفظها الشهداء يا صديقي، لم يحفظها الشهداء. فحتى الآن نحن نتساءل ماذا يحدث الآن أيها السادة. إلى الآن لم نرى أحدا يحاكم في جريمة فض الاعتصام، كما لم نرى هنالك من يحاكم في جريمة 8 رمضان، ولا في 6 أبريل، ولا 7 أبريل، ولا 10 أبريل.
إلى هذه اللحظة لم نرى من يحاكم، فقط محاكمة واحدة لقتلة الشهيد الأستاذ أحمد الخير طيب الله ثراه، ولكن بعد ذلك لم نرى حتى اللحظة محاكمة لأي قتلة تجاه الشعب السوداني، فلم نرى محاكمة قتلة الشهيد محجوب، ولا قتلة الشهيد هزاع، ولا قتلة الشهيد عبد الرحمن، ولا قتلة كل الشهداء الكرام، ولا قتلة الشهيد عبد العظيم. إلى هذه اللحظة لم نرى هؤلاء السفاحون يحاكمون، فإلى أين المسير وإلى أين يمضي بنا الطريق؟ عام كامل بعد الثورة، سنة كاملة تمضي، هي سنة وليست عام. السنة دائما ارتباطها في القرآن الكريم بأنها صعوبات وتعب ونكد، اوكي؟ دائما كلمة سنة يقول لك تختلف عن كلمة العام، العام فيه الغيث، فيه الرحمة هكذا، ولكن السنة دائما تأتي مترادفة مع مع الصعوبات مع غيرها. الآن نحن نتساءل أين حق الشهداء؟ هذا السؤال يجب أن نسأله. أيها السادة، تم إطلاق الرصاص اليوم على المتظاهرين، وكهربتنا قاطعة طول اليوم، والتلفونات مقفلة، والحتات اللي وصلنا الليلة من أماكن التظاهر حتى ما قدرنا نصورها. أنا واحد من الناس تلفوني مقفول بسبب قطع التيار الكهربائي في أحياء كثيرة الليلة في أم درمان، في أحياء كثيرة جدا. يا أخواننا، أنا بتكلم الآن ودار أذكر بنقطة مهمة جدا، ما أشبه الليلة بالبارحة، ما أشبه الليلة بالبارحة. قبل سنة من الآن يوم 29 رمضان بالضبط، ما كان في زول داير يشوف صورة حميتي، ما كان في زول داير يسمع كلمة من حميتي لو صح ولو غلط. قبل سنة من الآن ما كان في زول ذاته بيأمل من حميتي خير في يوم من الأيام. الكثير من الناس كانوا ما بيأملوا بالكلام ده. مر على الكلام ده سنة، الآن تم استخدام عمل نفسي، شغل علمي نفس وشغل تنمية بشرية كبير وخطير جدا، بأنه تم تأهيب الشعب السوداني ليشاهد لقاء حميتي صباح العيد. وكنا نود أن يكون هنالك وضوحا، يكون في وضوح. إلى الآن الشعب السوداني يعلم بأن أكبر قوة قامت بفض الاعتصام كانت قوات حميتي، وإلى الآن معاهم شرطة، معاهم اليوم شرطة أمنية، مباحث، أبطيرة، استخبارات، كويس، دي كلهم جهاز أمن، كتائب ظل، كلهم شاركوا في فض الاعتصام. لكن الآن الأحزاب بتلعب لعبة سياسية خطيرة جدا. الآن الأحزاب بتلعب على الشعب السوداني وبتضحك عليه. السنة الفاتت ما كان في زول داير يشوف ولا يسمع خطاب حميتي يوم العيد. الآن الأحزاب عبر بعض الكوادر وعبر عمل مدروس خلوك انت تنتظر 200 صباح العيد يجي عشان تسمع الزول ده داير يقول شنو، وشوقوك بصورة نفسية محددة ومن تفاصيل معينة في البرنامج في اللقاء، خلوك انت بتبلع ريقك منتظر بس 200 يجي، بس 200 يجي داير تسمعه قال شنو عن صلاح قوش لما ذكر انه قال بيبكي في النيابة، داير تعرف انه قال انا ندمان اني دخلت المجلس العسكري، انت داير تشوف الزول ده داير يقول شنو. والأحزاب من هناك من وراء ظهرك بتلعب لعبة خطيرة عليك. الأحزاب دايرة تقدم حميتي الآن كدرجة، كويس، كدرجة هو اللي قام هتعمل يعني، لكن حيبث بكرة أو الليلة بعدين يعني، كويس، دايرة تخد حميتي كان درجة وخطته فعلا، وخلت حميتي يطلع في البرنامج ده عشان يجاوب على أسئلة الأسئلة المفترض يجاوب عليها الأحزاب السياسية، حكومة الحرية والتغيير، يعني ناس حكومة الحرية والتغيير وحاضنة السياسية اليوم الحرية والتغيير أيضا مش اشتغلوا على إنه يلهوا الناس ويشوقوا الناس يخلوهم يحضروا لقاء حميتي عشان حميتي حيمرر لهم شغل بتاع يعني الحرية والتغيير. انت هسه الآن أسأل نفسك ليه لغاية الآن لا الحرية والتغيير لا تجمع المهنيين ما طلعوا بيان بتاع ذكرى فض الاعتصام؟ ليه بنقولوا لك بس بعض البيانات كده؟ ليه ما جابوا بياناتهم هم؟ للدرجة دي هانت الزلابية زي ما بقول، للدرجة دي رخصت دماء الشهداء عندهم وهي عند الله غالية، ألا أنها عند الله غالية وعند المواطن غالية، وعند المواطن غالية وعند أسرهم أغلى. الآن قاموا اشتغلوا لك شغل إنه يجي حميتي يجاوب على الأسئلة المفترض تواجهها الحرية والتغيير وتجاوب عليها.
أسئلة فضل اعتصام، وبيظهر لك يوم ذكرى فضل اعتصام بعام أحد الكوادر، أحد الكوادر الشيوعية. فلما قلت لك أحمد ربيع شيوعي زمان، أحد الكوادر الشيوعية بيظهر لك أو بتظهر لك وبيتحدث لك عن إنه أحمد ربيع اتصل عليهم قبل دقائق من فضل اعتصام أو ساعات، وبيتكلم معهم بيقول لهم شفتوا المنشور انتوا كلكم، وبقول لهم انسحبوا من هنا، انسحبوا من حتات المواجهه، خليكم قاعدين في التروس، والغوة الجايه دي انا ضرب لي شمس الدين كباجي كويس، ضرب لي شمس الدين كباجي كلمني قال لي يا احمد ربيع القوه دي حتجي بهناك ماشي على كولومبيا، لا حتسال الثوار ولا هم يسالوها. شوف احمد ربيع الخاين الما عنده ذمه السافله، كانه ناس كولومبيا ديل ما بشر، كانهم ما عندهم قيمه. انتم كتجمع مهنيين طلعتوا بيان وقلتوا قالوا واقفين مع 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 اسمه شنو كولومبيا، ما دايرين انهم يتظلموا ويتكتلوا، ورفعتوا لافتات عبر كوادركم في تجمع المهنيين داخل الاعتصام وفي شارع النيل بتثبطوا في همم الناس تجاههم وبتقولوا لهم كولومبيا لا تمثلني. شوف انا بقول لك الغسيل الوسخان الان بدا يتشرى بشكل اكبر من كبير، انا بقول لك الناس دي الحقيقه وبراهم بتطلع عليك الليله كوادر الحزب الشيوعي ذاته كويس، وهي صديقه لكادر انا اعرفه جيدا التقيته في المعتقل احد الاطباء، بتظهر لك الليله الدكتوره دي وبتقول لك انه احمد ربيع قال لهم الناس الماشيين يفضوا كولومبيا، وقالوا هم بقرايتهم السياسيه الكادرة دي ومعاه مجموعه براهم عاينوا شافوا انه والله يا اخي الشغل ده جاي فضى اعتصام، الشغل ده ما ماشي على كولومبيا. هو انت قايل لما يضربوا كولومبيا ما ضربوك انت برضك يعني؟ هو انت قايل لما يضربوا كولومبيا ما انت ضربتها كويس؟ ليه نقبل الاذيه والاهانه والقتل والدماء والدمار لابناء الوطن؟ لشنو؟ ده سؤال عشان تعرف، عشان تعرف النظرة بتاعت الحزب الشيوعي ونظرة الأحزاب السياسية لا تقل عن نظرة العسكر أبدا، بل قد تكون زيه مؤقصة. ركز معي كويس في الكلام ده كويس. الليلة في الذكرى دي بيمرقوا الثوار الشارع وبيضربوا بالرصاص، وفارس النور بتاع مستشار حميتي مدير منظمة مجددون بيطلع لك في منشور وبدافع لك عن حميتي وعن العساكر، وبيطلع عليك الليله في الذكرى الفاجعه المفجعه المؤلمه المؤسفه، بيطلع عليك الليله وبيحدثك عن انه في ناس بتتهم قوات ساي، وبيحدثك الليله كويس عن انه في شر اريد بالسودان. وانت يا دوب استوعبت انه في شر يراد في السودان؟ ده فارس النور البقى مستشار لحميتي وهو شيوعي وشيوعيين ساكتين. لو كان الليله ده احمد الضيب يقوم مستشار ولا ده فلان كان الشيوعيين ما خلوا صفحة إلا شتمونا فيها. اسمع الكلام ده عشان تعرف النفاق. الدنيا عيد وأنا ما داري أتفلت كثير، لكن يا جماعة اسمعوا الكلام ده، اسمعوا الكلام ده. كون الناس تمرق يوم فضل الاعتصام ذكرى فضل الاعتصام ويطلقوا لها الرصاص في الهواء ويعتقلوا أكثر من 15 20 نفر ويهددوا الناشط فتحي زيجي، ده كلام خطير جدا، ده كلام خطير. والثوار خط أحمر وفتحي زيجي خط أحمر ثائر حر، وكل الثوار وكل الناس دي الليله بيمرقوا بيتذكروا بيضربوا فيهم الرصاص وفكوا فيهم البنبان. ده فيه رساله لانه ممكن نلحقكم ليه، فيه رساله من العسكر الان زي دي انه ممكن نلحقكم الناس الماتوا ديل. هم الناس الماتوا ديل يا عساكر انتوا لو عارفين الدرجه اللي هم فيها، وانتوا لو عارفين يعني اي شهيد استشهد كويس دفاعا عن وطنه دفاعا عن بلده دفاعا عن اخواته زي الشهيد مجدي وعن وطنه كله، اظن اللحظه اللي بتضرب الطلقه في القلب ولا في الراس كانه بيذكر قوله تعالى الايه 27 في سوره ياسين، ليت قومي يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، وجعلني من المكرمين. كانه اي شهيد بيستشهد بيتلو الكلام ده، كانه اي شهيد لما تضرب الطلقه بيتذكر وبقول يا ريت لو كان باقي الثوار عارفين الكلام ده كانوا كده تسابقوا الى العلياء وتسابقوا الى الشهاده، لكانه بيقول كده. والعسكر بتتلطخ ايدين بالدماء وبيجوا القحاته بغسلوا لهم يدينهم من الدماء وبقعدوهم في كراسي الحكم الوثيره وبيوروا منهم بيقولوا لهم انتوا احسن ناس الان، وبيبخروا لهم الاصاله زي ما قال. وبعد شويه بتحدث الفواجع وبتكثر المآسي والكلام ضد الوطن. يا قحاتة في ذكرى فضل الاعتصام
انتوا قلتوا دارين تكونوا دولة مؤسسات مدنية. الليلة تعالوا أم درمان والخرطوم وبحري. الليلة امشوا شوفوا مناطق الكهرباء. الليلة امشوا شوفوا الناس وهم بيلعنوا فيكم في الكهرباء اللي قطعت من بالليل بسبب المطرة، وما تمكنت الإدارات تجيبها بسرعة، وحتى الموظفين متسيبين جدا بشكل كبير، جو متأخرين، المواطنين كلهم بيقولوا الكلام ده في كل المناطق دي، وما في زول يشتغل إلا بعد صعوبة. الليلة المواطنين أمشي شوفوهم هم بيلعنوا فيكم، أمشي شوفوا الكهرباء اللي قطعتوها منهم في نهار رمضان والليلة يوم وقفة وشغل وعمل، ال زي ما بقولوا النهار عمل أو بالنهار عمل، فدعوا الكلام لليل، فبالتالي الليل يا دوب الناس دارت نوم فيه. لكن للأسف الشديد أنا أقول لكم حاجة، أمشي شوفوا أخوانكم في الكوة في النيل الأبيض منطقة الكوة كويس، وشوفوا ما العطش كاتلهم كيف، أمشي شوفوا ما العطش كاتلهم ليه تدري، أمشي شوفوا المعاناة، الخبز والغاز وغيره اللي هم معانين فيه الآن، أمشي شوفوهم، وشوفوا أخوانكم في الأبيض المقرضين منهم مواسير الموية ومقفلين منهم البلوفة، أمشي شوفوهم حكومة الحرية والتغيير اشتغلت بهم ولا عبرتهم ولا قيمتهم. تلتين الأبيض الليلة عطشانة، ناس أحياء الصحوة ديل شكوا شكوا وبكوا، ما في زول بيقيف معاهم، ومقبلين على العيد، وهذا هو العيد. والعيد السنة الفاتت اللي مشوا الحرية والتغيير رغم الدماء سلموا على المجلس العسكري صباح العيد وعيدوا له، ياهو الآن ياهم لما تجي الذكرى بتجيك ولا البوشي بتكتب منشور رخيص رخصة، هي ذات رخيصة خلاص كويس، منشور رخيص رخيص ما بيتقال، منشور بيعبر عن رخصة غريبة في الزولة دي، كاتب لك منشور عن السنة الفاتت والآن في الذكرى كده 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 كده، هسه هي برا ما بتستحي من نفسها، عشان كده قلت لك دي هؤلاء العملاء جو غشوا الناس وسرقوا الثورة وضيعوا دماء الشهداء. امشوا شوفوا الليلة، شوفوا عليك الله كلام الرخيص، الكلام الرخيص الثاني الكاتبه فارس النور، امشوا شوفوا نشطاء الحرية والتغيير الهوانات، شوفوا من الرخصة كاتبين شنو صفحاتهم، وامشوا شوفهم بيحاولوا يمرقوا من الموضوع سريع كيف، امشوا شوفوا الكلام ده كويس. لقاء الليلة حتشوفوه الحرية والتغيير قصدت تلفت انتباهكم ليه، عشان حميتي يجاوب عنهم هم ما يجاوبوا ولا يطلعوا بيان، يا للعار والخزي. حتشوفوا اللقاء، وانا من خلال اللقاء فهمت انه الزول ده حيهاجم جزء من المجتمع الدولي من خلال المقطع المعروض، وحيهاجم صلاح قوش وحيهاجم. وشوفوا هنا للحظة دي صلاح قوش متحكم في الدولة السودانية، ولليلة المجتمع الدولي واقف مع صلاح قوش، تعالوا نتكلم بعقل ما بعاطفة. للحظة اللي بنتكلم فيها دي صلاح قوش الآن عنده سيء على السودان كبير جدا، بإجرامه بسفاح، إنه زول سفاح بده كله خليه، الآن هو عنده سيء. إذا حاول حميتي الاستمرار والمضي في إنه يقوم يهاجم الزول ده الوقت كله، كل ما هاجمه حتتحرق الصورة بتاعت حميتي، وحتشوفوا الكلام ده. وأي زول بيقرا سياسة، وأنا واحد من الناس ما زلت أؤمن وأقول رغم الحدث ده كله، الآن الدعم السريع لو انسحبوا من الخرطوم، الخرطوم دي بتخرب، اسمعوا الكلام ده كويس، الخرطوم دي بتخرب بدي تدمر عديم، والكيزان ده اللي بيمرقوا بيطبحوا الناس يسوق الله أكبر، رغم الإجرام اللي قامت به عناصر من القوة دي بموافقة قيادات نافذة فيها، لكن في موازنة معينة الآن حاصلة في المشهد إنه ضد الكيزان تحديدا كويس، اسمعوا الكلام ده. وللآن حميتي بيطل صباح العيد لكن ما بيتذكر نفسه، بدون خجل ما بيتذكر نفسه، هل هو للآن وضح للشعب السوداني هل هو قتل ولا ما قتل في فضل الاعتصام؟ والفيديوهات بتؤكد انه عنده ناس قتلوا خلاص واحرقوا، لغاية الآن الفيديوهات بتؤكد الكلام ده، الأخيرة آخر فيديو أنا بتكلم قبل شهرين كويس للحظة دي. وبسأل هل أحزاب الحرية والتغيير سعيدين الآن انهم يعيدوا؟ وهل كوادر الحرية والتغيير الوقعوا على فضل الاعتصام ويدينهم مليئة بالدماء، الكوادر الشيوعية والكوادر من نداء السودان وغيرها اللي وقعوا على فضل الاعتصام واللي شردوا مننا ساعة فضل الاعتصام، بتعيدوا كيف انتم؟ حتاكلوا الخبيز كيف؟ نور الجيلاني زمان الفنان الافاتار كان لما يمشي المقابر كويس الصباح في بحري عادتهم، بيمشوا كل عيد
وبيرفعوا الفاتحة للناس كويس أول ما يمشوا المقابر. هو مشى المقابر ووالده متوفى له تقريبا أيام، فبيرفع يدينه بيدعو له والله، وهو في أثناء الألم والانقباض بتاعه بيدعو وبيقول خلاص أو بيغني وبيقول جانا العيد وإنت بعيد أبيت ما تعود تبارك العيد. يعني إنه رجال الجلال بيتذكر في أبوه، قام كتب الأغنية دي وهو واقف على قبره، كتب لك اللي جانا العيد وإنت بعيد أبيت ما تعود تبارك العيد. ولأبوه ده بقول له جاتنا طيور شايلة أفراحة وشايلة الريد وحنان في جناحة، كاسوا عليك كل الساحة، رحلوا بعيد في دروب رواحة. نفس الكلام ده الآن بيتردد أسر الشهداء، نفس الكلام ده لما نمشي عيد الصباح في أشأم عيد مرة على تاريخ السودان، في أشأم عيد مرة على تاريخ البلاد، بيتذكروا أبنائهم وبيتذكروا القحات الوقعوا على فض الاعتصام. زي ما قالت أم الشهيد عبد السلام كيشة، الآن أم الشهيد عبد السلام كيشة راجعوا فيديوهاتها وهي بتتهم الحرية والتغيير علناً بالتوقيع على فض الاعتصام. ونحن طبعا عندنا أم الشهيد عبد السلام كيشة أشرف لينا وأرقى لينا وأصدق لينا، بدشليار أحمد ربيع وبدشليار أمجد فريد وبدشليار خالد سلك وبدشليار أحزاب سياسية، نحن عندنا دي أصدق الآن، ونحن عندنا إنها بتقول الحقيقة. ده الكلام الحاصل الآن كويس، ده الكلام الحاصل. ربنا يرحم الشهداء، ربنا يتقبل الشهداء، ربنا يتقبل الشهداء يا سادة، قولوا آمين. ربنا يرفع مقدارهم، ربنا يعز درجتهم، ربنا يخلف لأهلهم بالأفضل وإجمعهم بهم في جنات عند مليك مقتدر، جنات ومقاعد صدق عند مليك مقتدر. لما تلاقوا رب العالمين يا قحادة امشي قول له وقعنا فضل الاعتصام لأنه والله كنا دايرين المناصب، امشي قولوا الكلام ده. والدنيا عيد وأنا بقول الكلام ده، بأي حال عدت يا عيد، بما مضى أم بأمر فيه تجديده. زي ما قال المتنبي أبو الطيب المتنبي، رغم ما من خلل وتشوهات شابهت هذه القصيدة في نصفها ونهايتها وكده، لكن المبدأ ده زي بقولوا البداية كويسة كويس، ده البيت الأول. ربنا يرحم الشهداء. إطلاق النار ما زال الآن شغال في الخرطوم، الآن شغال بيطلق النيران، والآن عليهم نحن طوالي، الآن ما زالت الشرطة بتضرب في النار وما زالت البومبان بيضربوا في الناس، وكثير من السوار راكبين راس دارين يقعدوا ما راجعين. أنا قلت لكم يا جحاتة حيجي يوم على الشعب السوداني يقول حريقة في الكورونا وحريقة في أكرم التوم وحريقة في الحرية والتغيير وتجمع المهنيين. والآن الشعب يا هو قال، ولجان المقاومة قالت كلمتها ومرقت للشارع واحتفلت بأخوها، حتظل قاعدة في الشارع ما راجعة. ولسه ويوم 3 يونيو ده احتمال كبير يكون نهايتكم يا قحاتة، مش تحاولوا تمشوا ترشوا ناس من اللجان ولا غيرهم كويس. بالإضافة لذلك الأيام دول والتغير قادم والتغيير هيحصل، وانتم ما انتوا الآن ما بقامت دولة ولا برفعة وطن ولا من رجال ونساء يقودون الأمة ولا يسعون لرفعتها، انتوا الآن سعيين للدمار. وإن كان للمجد عندكم ألوان حسب الظروف يا جحاتة، فإنا لا نرى للمجد إلا لونا واحدا هو اللون الذي لا يجعلنا نغص بالماء، اللون الذي يجعلنا نأخذ لإخواننا حقوقهم، لكل الثوار والكنداكات والأفاتارات. ربنا يتقبل كل الشهداء يا أخواننا، ربنا يتقبل كل الشهداء، وربنا يجمع كل المفقودين، وربنا يعالج كل المريض، كل مريض ربنا يعالجه، وكل زول اتفقد ربنا يرد سالم غانم، وكل زول مصاب ربنا يشفيه. وديل المصابين ما زالوا من ذكرى ثورة ديسمبر لغاية الآن الحرية والتغيير لا عالجتهم، لا شغالة بهم جارية ولا المناصب. في اليوم ده الناس بتتذكر انه الجيش خان السوار، في اليوم ده الناس بتتذكر الجيش بيتفرج على الناس، في اليوم ده الناس بتتذكر إنه حميتين رفعوا له صورته فوق وقالوا له القائد وله الرئيس مشنو الدكراني كويس الخوف الكيزان، وإنه الناس فرحت به في فترة فجأة ما راعى العهد في النقطة دي، وجات قواته وضربت وبطشت وقتلت، وكذلك الشرطة والأمن والجيش وغيره
كل هؤلاء الشعب بيتذكر الكلام ده، وأنا ما داير أطول، لكن كون الرصاص يدور الآن في الخرطوم ولو دور في أي ولاية، ولعلمكم الآن معلومة بتجي اللحظة دي الآن من التلفون الثاني، معلومة بتجي وبتأكد إنه هنالك اشتباك في كادوغلي راح ضحيته شخصين ربنا يتقبلهم. لو في زول عنده المعلومة أكتر يأكد المصدر ثقة الرسل، نعم كويس، يا ريت ورونا الحاصل. هل موضوع الاشتباك ده شنو يا جماعة؟ كويس وربنا يتقبل، وعلى القوات النظامية إنها تتحرك تحسم أي تفلت قد يحدث. أرواح الناس دي في عناقكم أنتوا وسلامة المواطنين الآن، كويس. المناطق دي مناطق حروب الآن، وين دوركم؟ بعد ذاك الحاجة الثانية، من هنا رسالة، ما نيأس يا أخواننا، ما نيأس، ونتذكر بدل الثورات تأكل أبنائها نقول ما قاله دكتور محمد زين المحامي قبل سنتين ثلاثة، قال الثورات تحمي أبنائها، فلتكن ثورة تحمي أبنائها لا تأكل أبنائها ولا بناتها. القحاتة البتهاج موديله اللي بي الممكن تكون واسقا ينتهاجمه في اللايف بالتعليقات وبالتخوين وبالشتائم، ربنا يهديكم ويردكم للصراط المستقيم. انتوا ضالين جدا، انتوا ضالين ومضلين وما فاهمين الحاصل شنو، ولا عارفين المطر دي كابه وين. بيغشوكم القحاتة زي ما دايرين وبمشوكم عليه هواءهم وعلى امزجتهم. الناس اللي بيضربوا بالرصاص مسؤوليتنا جميعا كمواطنين ومسؤولية القوات النظامية، وما من حق زول انه هو يتظاهر تجي تضربه بالرصاص ولا في الجو. تروي على الامنين مالك يا زول؟ تروي على الناس مالك؟ كويس، ده سؤال. تروي على الناس ليه؟ ده سؤال. ركزوا معي، الكلام اللي حيقوله بكره حميدتي في اللقاء او بعدين، ده كلام القحاتة. الكلام اللي حيقوله حميدتي ده ركزوا فيه كويس، ده كلام القحاتة. القحاتة ادوا اجندة معينة قال لي قوله، واستغلوا فيه انه من السهل اي زول يقودوا بالطريق الهدى يروح يمتده. فلذلك الان الكلام اللي حتسمعوه ده راي الاحزاب، والاحزاب وخاصة الشيوعي دارين يعملوا نفسهم مفتحين، والكلام اللي بيقوله حميتي هو مسؤول عليه وكلمة كلمة ومحاسب عليه وكلمة كلمة، والكلام الان اللي حيقوله محاسب عليه والاحزاب ايضا. الأجندة الممررة، وحنكشف الأجندة دي تمررت كيف وبياتوا طريقة. وزي ما أدنا حميتي قبل شوية في فضل الاحتصام وقواته، وأدنا كل القوات الموجودة، أنا بختم اللايف وزي ما قلت لكم ما دار أطول عليكم، ويا ريت أي زول يكتر معانا الشير، الشير أسفل الفيديو على يدك اليسار، دارين من كل زول 5 مشاركات 10 مشاركات 20 بسرعة عاجلة، وصل معانا اللايف ده لكل الناس الآن، لكل الناس مع إنه الدنيا وقفة. الرسالة الأخيرة، الرسالة الأخيرة، كل عام وأنتم بخير، كل عام يا شعب، وإنت بتتقطع وبتتحرق وبتنجط والأسعار غالية غالية كويس، والتراجعات في كل المسارات عالية كل عام، رغم انتشار الإحباط اللي دخلته الأحزاب والعساكر، لكن رغم ده الشعب السوداني يظل صامد، يظل جسور. الشعب السوداني ما جاهل زي ما بقول أكرم التوم، الشعب السوداني ما جاهل، ولا زي ما بقولوها كوادر الحزب الشيوعي. الحزب السوداني يظل مصنع للثورات. كل عام وانتم الخير يا جماعة. أي زول بتحضر في اللايف ده، والمغتربين دي يا جماعة عليكم الله، عليكم الله، المغتربين دي يا اخي 10 15 70 100 200 ديل اللي بيهاجموا فينا، ديل خليهم. البقيه ديل كلهم اقسم بالله قلوبهم كثير منا معانا مع الوطن ده والله، وبيضربوا لنا قلت لك بيبكوا. كويس؟ اي زول مغترب قاعد جنبك، انت مغترب وهو مغترب، عليك الله سلم لي في راسه وقول لي احمد الضي قال لك كل عام وانتم بخير، وقال لك كل سنه وانت طيب، وقال لك ان شاء الله ربنا يجعله عام ما يجعله سنه، ربنا يجعله عام وربنا يجعله خير ومحبة. السادة الفترات، السنون ما بتغيرنا والأيام ما بتغير، اللي بيغير صحيان الضمير وإعمال الوعي وتشغيل الذهن وتحريك المخ، وليس تعطيل الأمخاخ وبرمجة الأدمغة الشغالة بقوة دي، لا. كل سنة وانتم طيبين يا مغتربين،
يا طير يا ماشي لأهلنا، بسرع وصل رسائلنا، والشوق ما تنسى يا طاير لكل اللي بيسألك عنا. والمغتربين الآن هم بيرسلوا في رسالة لينا نحن الناس اللي هنا ولأهاليهم، وبقول لهم، بيقول للطير اللي مفترض يوصل الرسالة ليهم، بيقول لهم قول لهم على العهد ما زلنا وما زلنا، أرواحكم أنفاسنا ومشاغلنا. كأنهم بتردد، أنا متأكد في جزء منهم حيمشي يفتح أغنية يا طير يا ماشي لأهلنا لأسرار بابكر بعد الله يفتح، أكون ذكرته ليه كويس. وفي جزء حيمشي يسمع بيكون فاقد له عزيز أو أخ، ربنا يرحم إن شاء الله، تلقاه حيشغل أغنية جانا العيد اللي تكلمنا عنها قبل شوية، وقلنا إنه نور الجيلاني الفرحان شغله أو ألفه وهو واقف على قبر أبوه وبيدعو له بالرحمة. فأبوه كان متوفى له أيام العيد جاء، فقال لي جاتنا طيور شايلة أفراحها، شايلة الريد وحنان في جناحة، كاسوا عليك كل الساحة كويس. رحلوا بعيد في دروب رواحة، جانا العيد وانت بعيد، قلت أبيت متعود تبارك العيد. كأنه أسرة الشهداء الآن، أي أسرة بتنادي كويس ابنها بالكلام ده، وكأنها بتقول لي جانا العيد وانت بعيد. أنا لا أريد أن أهيج الشعور، ولا أريد أن أقطع الأحاسيس، ولا أريد أن أمزق المشاعر، ولكن هذا كلام حاصل. كل عام وأنتم بخير، رب يتقبل الشهداء ورب يتقبل دعواتكم، كل سنة وانتم طيبين. السلام عليكم ورحمة الله، رغم الألم نقول كل عام وأنتم بخير.